ودي بتستقبل من البايبولر. يبقى نقول الترتيبه كونز بعت لبايبولر، بعت لاماكراين، بعت لجانجليون سيل، دايما بتمشي بالترتيب. اما صديقنا الهوريزونتال ده شاذ لوحده، قال لك لا ده انا اللي وقف الريسبتور، اني وقف البايبولر، اني وقف الجانب، يعني هو مش ماشي في السكه بتاعتنا الاستيميولاتور العاديه، ده هو شاذ شويه في فكرته. طب كده كلام جميل. اما كراين بعت الى جانجليون سيلز. الجانجليون سيل دي يا جماعه تتكون من نوعين من الخلايا، نوعين خلايا كبيره. بصوا هعمل دايره كبيره واعمل دايره صغيره. الدايره الكبيره اتسمت ماجنو سيل. ماجنو ماكرو اي حاجه اقولها ام يعني كبيره، وخارج منها دندرايتس وبروسس كبير يعني بالمنظر ده، وخليه صغيره هسميها بارفو سيل. دكتور انت مش بتاع هيستولوجي طبعا، وافتخر بده. ايه اهميه المجرو والبارفو؟ هقول لك حاجه بسيطه. انا ايدي شايفها قدامي ثابته، شايف تفاصيلها عشان تشوف حاجه ثابته قدامك بتفاصيلها، يبقى لازم تشوف بسيلز ثابته في الاكشن بوتنشال. مين السيلز بتاعتك الصغيره؟ هي البارفو، وثابته في الديستشارج بتاعها او سستيند ديستشارج هي البارفو. عشان كده قال البارفو الصغيره اللي بتطلع اكشن بوتنشال ثابت نتيجه رؤيه جسم ثابت لا يتحرك، اللي هو ستيشنري اوبجكت، يستقبل بالبارفو سيل. واضح من البورد حاجه ان انت اتكلمت على البارفو في ثلاث كلمات يبداوا بحرف الاس. سلو سيل سستيند ديسشارج، بتحس بالفيكسد اوبجكت. بدل ما اقول فيكسد قلت ستيشنري، ده معناها هي اللي بتقول لك ان ايدك ثابته. طب انت لما تشوف حاجه ثابته قصادك، لوحه ثابته، تفاصيلها تبقى واضحه ولا لا؟ تقول لي واضحه، يبقى ده مسؤول عن الديتيلز، مسؤول عن الباوندرز. الحاجه لازم اشوفها حروفها، ابعادها، اطوالها، انا اللي مسؤول عن الديتيلز. سالنا الماجنو سؤال، طب ده مسؤول عن الديتيلز، انت دورك ايه؟ قال انا العكس، انا كبير عكس سلو لارج، انا مش سستيند في الديستشارج، لا انا ببعت ديستشارج سريع. طب انت بتبعت ديستشارج سريع ليه؟ قال لي يبقى اكيد انا بشوف حاجه متحركه. لما تشوف حاجه بتتحرك قدامك بسرعه لابد انك انت تبعت لها رابيد ديستشارج. يبقى اذا بالعقل، هل الماجنو سيل بتاع الجانجليون سيل مسؤول عن الديتيلز؟ لا، انا مش مسؤول عن الديتيلز. امال انت مسؤول عن ايه؟ عن الموفمنت اوف اوبجكت. لما كنت في سنكم قلت طيب اسجل على نفسي ازاي؟ ماجنو اول حرف فيها ام، مسؤوله عن موفمنت بحرف الكلمة. انت في اخر السنه الكلام رخم وكتير. طب البارفو اول حرف فيها بي، مسؤوله عن بيرسبشن، هي اللي بتستقبل الفيكسد اوبجكت، انا اللي بحس بالاوبجكت الثابت اللي ما بيتحركش. يبقى لغايه دلوقتي انا شرحت فوتو ريسبتور بوتنشال دارك ولايت وريموفال اوف لايت، اتكلمت على بقيه السيلز في الطبقات وعرفت اهميتها، بايبولر
انتيرير وهوريزونتال وامكراين والجانجليون سيلز بتاعتنا. اخر جزئيه هقولها في هذا الفيديو هو تكمله الباس واي ده، هو التغير الكيميائي جوه الريسبتور. انا هنا اتكلمت على تغير كهربي على الشانلز دي بولارايز او هايبر بولارايز. تعالوا بقى نكمل عنوان اخر. وساعات كتيره طلبه بتتلخبط بين العنوانين فوتو ريسبتور بوتنشال وعنوان اخر بقى اللي هقوله دلوقتي واخد من الفيديو فوتو كيميكال تشينجز، التغيرات الضوئيه الكيميائيه. ومش همسح اللايت، حول الرودوبس لباس الرودوبس لليوني رودوبس لميتا رودوبس واحد لميتا رودوبس اثنين. بصوا بقى ميتا رودوبس اثنين عمل ايه؟ قال انا هعمل فصل للبيجمنت، هقسم البيجمنت الى اوبسن وحاجه اسمها اول ترانس ريتينال. يبقى هو ري اوبسن واقول ترانس ريتينال، وهاجي تحت هعمل مستطيل تحت هنعمل عليه زوم، وهكتب على المستطيل ده هو البيجمنت ايبيسيليوم، البيجمنت ايبيسيليوم بتاعي او البيجمنت لاير اللي قلته في الفيديو الاولاني اول طبقه من بره. الكلام اللي هقوله دلوقتي كلام بايو صرف، ركزوا بقى معايا. الاول ترانس ريتينال اتحول الى اول ترانس ريتينول، ودي مهمه قوي. خلي بالك الاول ترانس ريتينال الال بقت اول. الكلام اللي انت عايز تقول ايه؟ بيتحولوا بحاجه اسمها الكول دي هايدروجينيز، ودايما تلاقي في البايو يبقى التحليل بالريدكشن. يعني ايه دي والسقف اللي فوق نادتش؟ مش مهم الكلام ده، انت عايز توصل لايه في النهايه؟ انا عايز اوصل ان البيجمنت لاير مخزن فيتامين ايه. الفيتامين ايه ده؟ فيتامين ايه مصدره ريتينين. فيجي يطلع لك كده 11 سيس ريتينول، يطلع 11 سيس ريتينول، وال 11 سيس ريتينول يتحول ل 11 سيس ريتينال. يعني الآل بقت أول، الأول دخل هنا خرج أول 11 سيس ريتينول اتحول الى ال، وهتلاقوا الاسهم مختلفه. انت جاي السهم نازل من ال للاول بالالكول دي هايدروجينيز، هنا السهم طالع. وطبعا البايو كيمست عارفين الكلام ده. وعلى فكره ممكن ال يتحول الى ال، الاول ترانس ريتينال يبقى 11 سيس ريتينال بتوع البايو ال يتحولوا بالايزو ميريز، والاول يتحول الاول بالايزو ميريز انزيم. بما ان احنا دكاتره فيسيولوجي، هات من الاخر الاوبسن ده اللي اتفكك لوحده سيتفاعل مع ال 11 سيس ريتينال. فاكرين اول فيديو انا قلت اي بيجمنت تتكون من ثابت هو 11 سيس ريتينال، والمتغير هو الاوبسن، بيبقى سكوتوبسن في الرادس فوتوبسن في الكودز. قلنا الفرق لما الاثنين دول يتحدوا مع بعض يرجعوا تاني يكونوا لي رودوبسن، يرجعوا مرة تانية يعملوا. دكتور عندنا ليك أسئلة كتير جدا. أول سؤال
اسم السايكل دي ايه؟ ما هو الرودوكس اللي بتتكسر بالضوء وعدد التفاعلات الكيميائية الكتيرة دي في النهاية رجعنا وكونناه مرة تانية. اسم السايكل رودوكسل ريتينين سايكل. حتى الاسم واضح، ريتينين هو الإليفن سيس ريتينال اللي المفروض مين بيديه؟ الفيتامين إيه. يعني الفيتامين إيه ده مهم. معنى الكلام وده السؤال التاني بقى هتسألوه، طب لو الفيتامين إيه ده قل هيحصل إيه؟ هيحصل دي جينيريشن لطبقات الريتن، هيحصل العشاء الليلي نايت بلايندز. انت بالليل بتشوف بالرودوكس البيجمنت اللي جوه الرودس، كل ما في ضوء يقع على الرودوكس تتقص وانت عايز ترجع تكونها تاني. عشان ارجع اكونها تاني اي نيد فيتامين ايه اللي بيديني 11 سيس ريتينول اللي يتحول الى 11 سيس ريتينال. تخيل ما عندكش فيتامين ايه، يبقى ما عندكش 11 سيس ريتينال، يبقى ما فيش بيجمنت ستتكون. عشان كده قالوا يحصل نكتالوبيا. نكتالوبيا هو الاسم العلمي للنايت بلايندز او العشاء الليلي. وممكن يحصل كمان دي جنريشن اوف كودز. كل الكلام ده احنا معاه. طيب الحته دي غير انها ضايل تفرق معايا كطالب في ايه او في حياتي العامه كانسان عايش في الشارع حضر معانا دي واسمعها، ايه الفرق؟ هقول له الفرق. لو انت دخلت سينما بتبقى الضوء دنيا ضلمه، انت محتاج تكون رودوكس، يبقى لازم تعرف ازاي البيجمنت دي بتبقى ري جنريتد، ازاي بتجددها. في نهايه هذا الفيديو ايه العناوين اللي قلتها؟ فوتو ريسبتور بوتنشال، لايت ودارك وريموفال اوف لايت. اتكلمت على السيلز اللي باقيه في الريتن، بايبول اماكراين هوريزونت والجانجل سيلز بالتفاصيل، واتكلمت على فوتو كيميكال تشينجز. فوتو معناها لايت، والكيميكال سلسله الكيميكال رياكشنز المتتاليه اللي حصلت. وختمت الفيديو بان فيتامين ايه اذا قل سيحدث ثلاث حاجات: نايت لاينس، دي جنريشن لطبقات الريتنا، اند دي جنريشن اوف كونز.